لجامعة الجزيرة. سعادة الأستاذ الدكتور مصطفى سلمان مدير الجامعة. سعادة الأستاذة سارة العسكر نائب الرئيس الأعلى للجامعة. سعادة الضيوف الأجلاء الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الكويسي والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض أجواء المحبة والسرور والسعادة والحبور وبأجواء السلام في أرض السلام إماراتنا الحبيبة. عنوان المحبة والوئام في دبي مدينة الأحلام والسلام، وهي ترفل بالعز في ظل قيادتها الرشيدة صانعة الأنجاح والمنجزات في العمان. نلتقي اليوم في رحاب جامعتنا الرسمية جامعة الجزيرة، مرحبين بالضيوف والحضور الكرام، مستأنسين بحضورهم في هذا الأنام، ومرحبين بهم جميعا في بادرة من الخير وعنوان للسلام. في مؤتمرنا الثاني الذي ينعقد حول الإعلام والإرهاب، فتحية مقرونة بمشاعر الفخر والإعجاب لكل من شارك وساهم في إعداده وتوفير مستلزماته وجعله حقيقة واقعة. نفتخر بها وتضاف إلى منجزات جامعتنا ومسيرتها العلمية ورسالتها المجتمعية والإنسانية النبيلة. وخير ما نقتنف به مؤتمرنا آيات من الذكر الحكيم يرتبها علينا الطالب عبد السلام العماري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مرة أخرى نجدد التحية لكم، واسمحوا لنا أن نرحب بالشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم الذي شرفنا بالحضور. أما الآن سوف نعرض لكم فيلمين قصيرين، الأول عن أو بمناسبة الملتقى الثاني، الفيلم الآخر سوف يكون بعنوان روح التسامح، إعداد طلبة كلية الإعلام وعلوم الاتصال في جامعة الجزيرة، من إنتاج الجامعة
إشراف فني للدكتورة حنان السيد أستاذة في كلية الإعلام، إشراف عام للأستاذ الدكتور عطا حسن عميد كلية الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الجزيرة. الفيلم الذي عرض لكم هو فكرة وإعداد وتقديم الدكتور وليد العشري كلية الإعلام والاتصال في جامعة الجزيرة. أما الآن أترككم مع الفيلم الثاني. التسامح التضامن حاصل، والانتصار على التخلف مع، لكن إذا ما حصل تضامن وظلينا مثل ما كنا، عدم تسامح يصبح عدم تضامن، ولا يمكن أن يكون فيه تضامن متكامل إلا بتسامح. الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم. كانت الإمارات هذه هي منبع الكرم ومنبع الجود ومنبع التسامح والتعددية الثقافية، نموذج عربي بل وعالمي. هذه الدولة التي لا يشعر فيها أي زائر أو ضريف أو ضيف بأي نوع من الغربة. جسد خطى القائد المؤسس بثوابت راسخة مبنية على أسس التسامح والتعايش وتعزيز قنوات التفاهم والحوار باستراتيجية تلامس عمق الإسلام وترتقي بسلوك الأفراد. التعايش أجمل شيء في العالم، إن الإنسان البشر مختلفين، والأجمل منه مع اختلافاتنا الكثيرة مجتمعين على أن نقدر نتعايش ويا بعض. ما في يوم حسيت أني غريب على أرض هذا البلد الطيب. حتى غدا واقع التسامح الفريد والانفتاح على الأمن الذي تنعم به الإمارات واضحا جليا لا يحتاج إلى ما يثبته. لا
تحديدا في دولة الإمارات، فإنك ترسخ وتؤكد على أن قيمة التسامح متعايشة مع هذه البلد العريقة. أنا سعيد أكون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومع هذا الشعب الأبي الكريم. والإمارات رائدة في مجال تطبيق حقوق الإنسان وقيم التسامح والتآخي بين مجموعة كبيرة من القوميات والجنسيات والأعراق. هو كالنور المشع الذي يبدد ويمحو الظلام. إمارات الخير والمحبة ستظل قصة ترويها الأجيال ببصمة فريدة، بصمة إماراتي دوما وافتخر. للعزيمة كلمة فيها المحبة والإصرار والعنفوان، يرحب من خلالها ويثني على كافة الجهود التي بذلها الأحباب. فيها مفتاح الإبداع ومنهاج الصواب واستئذان للخطاب. يلقيها سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الكندري، الرئيس المؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الجزيرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم راعي هذا المؤتمر، أصحاب المعالي أصحاب السعادة حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني الإعراب عن أسمى آيات الترحيب مقرونة بالشكر لكافة الحضور والمشاركين في هذا الملتقى الذي جاء انعقاده استجابة للظروف التي تمر بها مجتمعنا، وباعتباره جزءاً من الجهود العلمية والمباركة لمواجهة ظاهرة العصر السلبية المتمثلة في طغيان عناصر التطرف والإرهاب، وباتت تهدد كل معاني الحياة لمجتمعاتنا المتطلعة نحو مستقبل متطور مزدهر مبني على أسس الحوار والتعايش والسلام والتسامح. الأخوة والأخوات حضورنا الكرام، إنما يتوجب علينا التأكيد عليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشامخة بعزها بفضل من الله وقيادة رئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومعاونة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات حفظهم الله جميعا. أضحت دولتنا وبحق داعية سلام ورمز للتنمية والتسامح بين الشعوب والثقافات والحضارات، ودرع حصين ضد الإرهاب. وفي ضوء التصدي للإرهاب الذي هو آفة خطيرة تهدد أمن الدول والمجتمعات، وتصاعد العمليات الإرهابية
واستهدافها المدنيين بصورة وحشية وهمجية، رسمت قيادتنا الرشيدة رؤيتها بانتهاج استراتيجية للتصدي بكل قوة لتيارات العنف والتطرف، والارتكاز على تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر من خلال مبادرات ومشاريع تحظى باهتمام العالم، وكذلك تعزز التحرك الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية، إضافة إلى جهودها في سن التشريعات التي تنبذ التمييز والتعصب والنعرات الغير مرغوبة. فدولتنا الغالية تدعو إلى التميز لا التمييز، دولتنا تدعو إلى تمكين الأفراد والمؤسسات لا التمكن منهم. الأخوة والأخوات، حضورنا الكرام، لقد أولت جامعة الجزيرة منذ تأسيسها اهتماماً بالغاً في دمج الجامعة بالمجتمع والتفاعل مع متغيراته من أجل صناعة مستقبل أفضل، وبهذا فقد صاغت استراتيجيتها ورؤيتها العلمية الصائبة نحو الاستفادة من الكفاءات العلمية ومن آراء المفكرين والباحثين في معالجة الظواهر السلبية المعيقة للتطور والازدهار، كما عملت على تعزيز الإرث الثقافي والعلمي والحضاري لمجتمعنا وعاداته وتقاليده ومبادئه القومية والوطنية وثوابته الدينية من خلال تشجيع أطر الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات التي من شأنها الخروج بتوصيات ومقترحات ومبادرات تساهم في معالجة المشكلات ومواجهة التحديات. يأتي انعقاد هذا الملتقى في رحاب جامعة الجزيرة بمشاركة طيبة من نخبة علمية متميزة من الباحثين والمفكرين وأصحاب الرأي، ليكون إحدى المحطات الرئيسية العلمية في مسيرة الجامعة، فتحية لكل الجهود التي عملت على إنجاز هذا الحدث، وتحية لكل المشاركين والحضور مثمنين جهودهم ومتمنين أن يتوصلوا إلى تحقيق الأهداف التي ينعقد من أجلها. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو غني عن التعريف، هو كنز ونبع علمي وثراء معرفي لا ينضب، وهو علم واسع لا تحده حدود الكتب، سقفه من البيان، وعنوان يتبعه عنوان، يرتاح إلى حديثه كل ظمآن، ويستجيب لندائه القاصي والدان. إنه فضيلة المفكر الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي، ليحدثنا بشذرات من الإيمان حول الخطاب الديني في مواجهة الإرهاب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. وأنا أظهر إعجابي بهذه الجامعة التي فوجئت بها، لأنني لم أرى قبلها في العراق الذي هو أبو العلم في التاريخ كله، ولا نصف هذه الجامعة. وهكذا بالعدل تقوم السماوات والأرض على قدر ما في العراق من قتول فيما بينهم في هذه الدولة، من عدل يشمل الجميع، كل من على هذه الأرض سواء كان مواطنا أو وافدا. أدام الله عليكم بركاتكم، ورحم الله زايد وراشد، وقوى الله سبحانه وتعالى خلفاءهم بما ينفع به هذه الدولة وكل العرب الذين يحومون حول هذه الدولة بلطفها ومساعداتها وأرضها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قبل أن يموت بدقيقة؟ قال: أوصيكم بذمة محمد خيرا، لعن الله من آذى ذميا. إحنا إرهاب، إحنا متطرفين، هذا ديننا.
إذا قتلت مسيحيا أو يهوديا فأنت ملعون، مش قتلت آذيت. عندنا فرق بين الأذى والضرر. الضرر مادي، أقطع إيدك أجوعك، هذا ضرر. الأذى باللسان، أنت أذى، لن يضركم إلا أذى حشي. فقال ما قال أن الله من أضر بالذمي باسم مسيحي أو يهودي، لا، لعن الله من أذى. لو شتمت يهودي، والله مرة أنت كنت أتكلم، كان عندي صديق اسمه الشيخ عبد الستار، يعرفه الشيخ إبراهيم، وبعدين هو مسيحي لكن كثير فكنت أتناقش وياه، فدا صيحت عليه، هو قال يا أحمد اتق الله يا رجل، ما تخاف من الله، شو أطعن صوتك عليه. يا الله، وإحنا بعدنا شباب. هذه الأمة تتهم بالإرهاب، والله ظلم، يعني مو ظلم، قلة حياة وقلة أدب وكلام لا ينفد، يعني ما يقوله إنسان عنده شوية أخلاق ولا شوية يعني عقل. فأبشروا أنتم أمة، جعل كذلك جعلناكم أمة، جعلناكم الجعل شيء لم يكن فكان، جعلت الماء ثلجا، تغيير الصيرورة، زين، جعلت من الماء، إيش قال رب، إيش قال رب العالمين بالقرآن، جعل الماء بشرا وصهرا، نسب الآن ما أحفظ الآية نسيتها. المهم جعلنا من الماء كل شيء حي، تغيير الصيرورة، جعلناكم أمة وسطا وستبقى إلى يوم القيامة، لأن هذا جعل الله، هو الذي جعلنا أمة وسطا وسوف نبقى إلى يوم القيامة سنبقى أمة وسطا. فأحمد الله على أنكم مسلمون، والحمد لله، قل لا تمنوا علي أسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، جعلكم هذه الأمة المباركة الوسطية التي إذا قتل واحد منهم أو آذى ذميا مسيحيا أو يهوديا أو صابئيا يعني تقوم عليه قيامة أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وبدون، والله يعني بدون أي مجاملة، انظروا حولكم بعد 15 قرن هذه دولة، هل يضام فيها أحد مسيحي أو يهودي أو صابئي؟ هل يستطيع أن يهودي مسلم أو إماراتي أو أي عربي أن يعيش أفضل من يهودي أو مسيحي أو صابي لو كان موجودا هنا؟ والله بالعكس، هيكون الصابي كما في العراق، أذكر أن الصابئة واليهود وأنهم أصحاب الأملاك والتجارة والمعامل والجملة إلى آخره. فلا يغركم هذا الكلام، لن يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. أنتم أمة مباركة إلى يوم القيامة، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ويكفي أننا الوحيدون على وجه الأرض الذين قل لا إله إلا الله، وهذه كل القضية يوم القيامة، كل القضية يوم القيامة هي هذه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلاش الجنة؟ والله لو عشت بالجنة ثانيتين لقلت أن لو أنني عبدت الله مليون سنة لا تساوي هذه الثانيتين. فلا لا تقسوا على أنفسكم، نحن أمة وسطية محبة للنصارى واليهود والمذاهب كلها والجار والمواطنة، ونحن قبائل وعشائر شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما من أمة. ولهذا قال كنتم خير أمة، والله هذه ليست مجاملة من رب العالمين، وإنما ذكر لنا حقيقة نحن الوحيدون على وجه الأرض بهذا التسامح. فأبشروا بالخير ولا تقسوا على أنفسكم. وهذه يعني السحابات تزول كما جاءت قبلها، كما قلنا شيوعيين وبعثيين وقوميين وإلى آخره، والخير قادم، وإلى يوم القيامة نحن على هذا، ويبعث الله على رأس كل مئة من يجدد لكم دينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للكلمة الطيبة عطر يفوح شذاه، يملأ النفوس حبورا ويحفز القلب للإصغاء والانتباه. كلمة كأنها من فيض طل للخير منتهى، وهي من كريم له الباع في العلم والإرشاد. إنه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ليحدثنا عن القيم الدينية في مواجهة الإرهاب، فله كل الشكر والتقدير. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد كلمة أستاذنا وشيخنا وعالمنا الجليل، يكون الإنسان في جامعة الجزيرة كبائع التمر في سوق هجر،
لكن من تواضعكم أن يعني تنصتوا وتستمعوا، بوركتم وبوركت هذه الجامعة، ويعني نحن في معقد علم كبير من معاقل العلم في هذه الدولة المباركة، ولكي ندلف إلى الموضوع رأسا، الله سبحانه وتعالى لما قال عن البشر ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، فجعل رب العباد سبحانه وتعالى هذا الخلاف الذي فقهه البعض أنه خلاف واختلاف تضاد وتصادم، لكن حقيقة الأمر الله أوجدنا مختلفين اختلاف تنوع، اختلاف ملكات، مثل البصمة تماما، 7 مليارات ونيف، كل إنسان له بصمة، بصمة عين وبصمة يد وبصمة صوت وبصمة ملكة، الملكات تختلف. فالحسن والحسين أبناء بطن واحدة، لكن الحسين ثائرا والحسن مسالما. موسى وهارون من بطن واحدة، لكن موسى ينزع إلى الشدة، وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزع إلى اللين والمسامحة والتحمل. هذه ملكات، هذه ملكات متكاملة ليست متنافرة. عظمة هذا الدين الخاتم أنه إذا وجد لقيط ملقى في الطريق فتنازعه اثنان، مسلم أو مؤمن وغير مؤمن، أحد مسلم أحد كافر، أراد المسلم أن يأخذه عبدا عنده، وأراد الكافر أن يتبنى هذا اللقيط، أوجب الفقه الإسلامي على القاضي المسلم الذي يحكم في القضية أن يسلم اللقيط للكافر، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. أي دين يحكم على نفسه إلا أنه دين حق؟ تنوع، التنوع التكاملي هذا، منظمة اليونسكو تعلن مع بداية القرن 21 أن عدد قتلى القرن المنصرم القرن 20 102 مليون قتيل، 2 مليون على أيدي مسلمين أو بين مسلمين، و100 مليون قتلوا على غير أيدي المسلمين، ويوصم الإسلام بالإرهاب، فتبا لمن يصنع هذا. والله نحن قد تخلفنا عن الإسلام كثيرا، ولو أننا عدنا إلى رحابه الحقيقية واجتمعنا حول علمائنا الربانيين وهم كثر بفضل الله عز وجل لأخذوا بأيدينا إلى بر السلامة، ودولنا بفضل الله عز وجل كما نقول إن لله سننا جارية وسنن خارقة. السنن الجارية وجب أن نصنعها كلها حتى تأتينا سنن الله الخارقة. فإن في بدر ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة أن ينزل جبريل فيأخذ أبا جهل ومن معه من الألف على جناحه، وإنما قاتل وأعد واستعد وصف الصفوف، ثم بعد ذلك وقف يدعو رب العباد عز وجل. في الهجرة كان من باب أولى، ولكن تتوقف عليها كل تاريخ الإسلام، أن يدعو رب العباد أن يأخذه جبريل هو صاحبه أبا بكر على جناحه وينقله إلى المدينة المنورة، لكن لا، إنما خطط ونظم عملا بسنن الله الجارية. ثم بعد ذلك تأتي سنن الله الخارقة. لن تأتي لنا سنن الله الخارقة إلا إذا غرسنا سنن الله الجارية. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا هو الإعداد، إعدادا متميزا. وأنا أرى أن وزارات التربية والتعليم والجامعات يجب أن لا تغفل أبدا الإكثار من المحاضرات القيمية التي تربطنا بمنظومة السماء ومنظومة القيم، لأننا أمة كما يقول ابن خلدون العربي لا تصلح إلا رسالة، فإذا نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجم. الإنسان عندما يضيع دينه، عندما لا يكون له دين، يبؤس من ليس له رب. أما الإنسان الذي يتخذ رب العباد ربا كما قال شيخنا، نحن أمة التوحيد، هذه تقوم عليها الأمم كلها، نحن أمة تجمعنا كلمتان، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فإذا وحدنا رب العباد واقتربنا وتآلفنا واستشعرنا مسألة التقارب
والله وصلنا إلى بر السلامة. إن في زمن التابعين أنهي حديثي، يعني بارك الله في أرض الإمارات وحفظها من كل مكروه وسوء. بوركتم جامعة الجزيرة على هذه الدعوة الكريمة، بوركتم على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأنا لا أقول كلاما وإنما يعني أفكر معكم بصوت عالي، فأنتم أهل العلم وأهل العلوم وأهل الفضل، لا تنسونا من صالح دعائكم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضورنا الكرام، فليتفضل مشكورا الأستاذ الدكتور أحمد الكندري والأستاذ الدكتور مصطفى سلمان، لتكريم الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي والأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. أستاذ الدكتور أحمد الكندري فليتفضل على المسرح عند الميكروفون. صورة تذكارية لضيوفنا. يقال أن لكل مجتهد نصيب، مكانته آلت إلى ما وصل إليه من علم، موقعه نبراس يستنير به الآخرين ويستهدون به، فحق له عليهم التكريم بجائزة سامية ودلالاتها كبيرة تضاف إلى مسيرته العلمية الذاخرة بالعطاء وأمنيات من القلب لهذا الوفاء. إنها جائزة الرئيس المؤسس للبحث العلمي، والتي يشرفنا بتقديمها سعادة الرئيس المؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية الأستاذ الدكتور أحمد الكندري. لتسليم الجائزة لمن استحق أن يتوج بها مناصفة لكل من الأستاذ الدكتور عمر فارس والأستاذ الدكتور صلاح الدين إبراهيم. كل الأمنيات والتوفيق، ومبارك حصولكم على الجائزة والتكريم. إنها جائزة شخصية العام الأكاديمية، تمنحها جامعة الجزيرة إلى اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي. سوف يحضر غدا في الساعة الثالثة حتى يحصل على الشهادة والتكريم. مع خالص التبريكات والأمنيات لكم ولهم، سنحصل على فاصل قصير لمدة ربع ساعة في مبنى سي، ثم نستكمل باقي فقراتنا لهذا المنتدى.